ايه بقى القصه؟ بص انا معايا كوبايتين من الدقيق، تمام؟ دي اي حاجه مش مشكله، جميع الاغراض. هنحط عليه رشه ملح، هنحط عليه نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعانا بقى ايه يعني ميه حسب الاحتياج علشان ايه نعجن ايه العجينه، تمام؟ ومعانا ربع كوبايه من الزبده بس كده. ونحتاج بقى مثلا ندهنه بقى بصفار بيض متخفف بشويه لبن، معانا الكمون الصحيح، معانا حبه البركه، سمسم، براحتكم خالص. ممكن تحطوا كمان جبنه مبشوره، تلاقوا في بعض الافران كده بيحطوا على الباتون ساليه جبنه رومي مبشوره برده بتبقى ظريفه، او كمون او حبه البركه او سمسم براحتكم. اللي نحطه على الوش ده زي ما انتم حابين وبس. خلاص وصفه جميله جدا، بصوا مقاديرها سهله قوي. ادي الدقيق اهو، كوبايتين الدقيق، هنحط عليهم رشه ملح كده، وهنحط البيكنج باودر نص معلقه صغيره بس كده، وربع كوبايه زبده. الزبده المفروض انها تبقى طريه، فايه يعني هنحاول كده ايه اطريها وانزلها مع الدقيق، اعجنها معاهم. وبعد ما عجنها كده معاهم كويس قوي، هبتدي اخفف بقى ايه بميه كده شويه بشويه، انزل بميه لغايه ما نلاقي العجينه اتلمت معانا بس كده. الزبده لو طريه هتلاقوها على طول بقت ايه توغلت مع الدقيق، نظرا ان احنا هنا في الاستوديو برضو الجو بيبقى ساقعه شويه، فالزبده ايه ماسكه نفسها حبه. فالحل الوحيد ان انا افضل اعمل فيها كده لغايه ما تتوغل مع الدقيق كده اهو، بهذا الشكل الظريف كده. عشان نضمن ان الزبده ايه اخدت وضعها مع الدقيق كده، تمام. معانا بقى شويه ميه، الميه يا ريت تبقى دافيه، احنا مش حاطين خميره، ممكن نستخدم ميه عاديه مش دافيه، بس انا دايما بفضل استخدم ميه دافيه في عجن العجين، معرفش بيفرق معايا بحس انه بيبقى احسن، او يمكن حاله نفسيه بقى مش عارف لكن هي في الحقيقه يعني مش بتفرق قوي، لكن انا ببقى مبسوطه من ملمس العجين بالميه الدافيه، بحس ان هو ايه اطرى واسهل معايا في العجن كده. انا بحط ميه بالتدريج لغايه ما العجينه ايه تلم معايا زي ما انتم شايفين كده. مش المفروض ان احنا نقعد نعجن فيها كتير ولا حاجه، هي اول ما بتتلم معانا خلاص كده. انا حطيت طبعا في الدقيق رشه ملح، لو حابين تزودوا ملح اكتر من الرشه بحيث ان هو يبقى طعمه حادق شويه، فممكن نحط معلقه صغيره من الملح بس كده. يفضل يعني ان احنا نسيب العجينه ترتاح شويه هيبقى افضل، ما عندكيش وقت وكده اشتغلي بيها على طول، بس بصراحه هتبقى انجح بكتير لو سبتيها ترتاح شويه. هي فعلا ما فيهاش خميره ومش محتاجه تخمر ولا حاجه، بس عاده انواع العجين كله لما بيرتاح شويه بيبقى افضل في الفرد وفي المطه والكلام ده كله، تمام. انا معايا واحده هنا عجينه اهي ظريفه مرتاحه، او ممكن استخدم اللي انا عملتها معاكم دي مفيش مشكله. احط لها رش الدقيق عشان برضو اوريها لكم كده، وهفردها. هقول لك على حلين، يعني ممكن تفرديها كده خالص وبالسكينه تبتدي تقطعيها كده طويل قد الايه الباتون ساليه، او تاخدي منها حتت كده وتكوريها فبراحتك. انت ممكن تفرديها كده وتساوي العجينه حل، نبتدي نقطعها بالطول كده بالسكينه فتبقى عامله لك ايه حتت طويله من الباتون ساليه. او الالطف خالص بقى بالنسبه لنا اخد حته عجينه كده وايه واعملها كده بالرفع اللي انا عايزاه من جوه لبره كده اهو، من جوه لبره كده وتبقى دي واحده باتون ساليه كده. هاتها لنا يا استاذ داغر لو سمحت، باينه ولا مش باينه عشان نفس لون القرمه كده؟ انا شلت الحاجات كده اهو،
بالظبط كده. ناخد من العجين ونبتدي كده ايه نفرد بنفس الطريقه كده لغايه ما تبقى طويله، وندهنها زي ما اتفقنا بصفار بيض متخفف بميه، ده احلى حاجه بتبقى لطيفه جدا. او ممكن تدهنوها بلبن، لبن حليب عادي خالص، ونرش عليها بقى كمون، نرش عليها حبه البركه براحتكم. انا فين الفرشه يا شباب؟ كانت الفرشه هنا دلوقتي، خدتوا الفرشه وديتوها فين كده؟ صفار البيض اهو. وفرن بقى سخن درجة حرارة 180، عشان هرش على واحدة كده ايه كمون اهو، والتانية هرش عليها حبة البركة، درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص. مش هياخد وقت خالص، هتلاقيه يعني 5 6 دقايق 7 دقايق، ركزي كده لانه رفيع وصغير علشان ما تلاقيهوش اتحرق منك او اخد لون غامق قوي، لا تابعيه وافتحي الفرن كده وبصي يخرج على طول، بتشيليه وتعملي غيره وبصوا خطير. محتاج بس يبقى في الهواء ما تغطيهوش علشان يبقى ملدي سنه القرمشه دي. بصوا سريع جدا، ولا في خميره ولا بيقعد يخمر معرفش ايه، لا انت ممكن تخلصيه اوام، هي بس العجينه ترتاح ربع ساعه اللي هو بعد ما ايه يا دوب تسخني الفرن مثلا.